مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حديث الديرة. هي منافذ البلاد ونبض علاقتها بالعالم. الموانئ البحرية في الكويت حركة تصدير واستيراد وفق آليات عمل عصرية ودقيقة تضمن انسيابية السلع والرقابة الجمركية حماية لحقوق الدولة ومنعا للتجاوزات. ولا شك أن رؤية 2035 تحديث وإنشاء الموانئ البحرية لتواكب حركة تنموية كبرى تشهدها البلاد. واقع الموانئ وآفاقها ودورها في التنمية محاور حديثنا مع ضيوفنا اليوم. البداية مع الشيخ يوسف العبدالله صباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وكذلك نرحب بالدكتورة نورة محمد المشعان، مستشار هندسي في مؤسسة الموانئ الكويتية والأستاذة في جامعة الكويت. أهلا فيك دكتورة نورة. أهلا وسهلا. ونرحب كذلك بالكابتن طارق المهيني، مدير العمليات البحرية في ميناء شعيبة. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا. قبل الحوار أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. ميناء الشويخ وميناء الشعيبة وميناء الدوحة إضافة إلى محطة لنقل شحنات النفط للتصدير من خلال ميناء الأحمدي وميناء الشعيبة وميناء عبدالله هي منافذ الكويت البحرية على العالم، والتي تحقق نشاطاتها أرباحا تفوق 40 مليون دينار سنويا. ومن خلال رؤية القيادة العليا في مشروعات تنمية البنية التحتية كافة، تمكنت الكويت من بلورة استراتيجية طموحة لإنجاز ميناء مبارك الكبير الضخم في شمال البلاد مع تطوير باقي الموانئ. ومن المتوقع أن تشارك مؤسسة الموانئ في مساندة ونجاح الخطة التنموية عبر تسهيل دخول الواردات الإنشائية المطلوبة بكثافة خلال المراحل الأولى من الخطة، علاوة على أن حجم تجارة الواردات إلى الكويت تزايد إلى 30 مليون طن في السنوات الأخيرة، كما تزايد عدد الحاويات إلى 1 مليون حاوية. وتهدف الكويت وفق رؤية 2035 إلى جعل الموانئ الكويتية مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل بين موانئ الخليج العربي والدول المجاورة، ما يدعم عملياتها التشغيلية ويعزز الواردات والصادرات من خلال الحاويات المارة بالمنطقة. فإنشاء المناطق الحرة الحدودية بفضل الموانئ البحرية، فلأن ذلك سيسهم في جذب رؤوس الأموال، كما يساعد على جذب رأس المال الأجنبي والشركات الدولية الكبرى والصناعات التكنولوجية. يعني بعد أن شاهدنا هذا التقرير، الشيخ عبدالله بصفتك مدير عام الموانئ، إذا أردنا أن تحدثنا عن دور الموانئ وأهمية الموانئ في البداية، تفضل. نشكر طبعا برنامج حديث الديرة، ونشكر أسرة برنامج حديث الديرة على استقبالنا. ودور الموانئ في دولة الكويت دور هام، لأن إحنا دولة بطبيعتها دولة تورد أكثر البضائع داخل البلد، فبناء أن إحنا دولة موردة سواء للسلع اللي نشوفها الاستهلاكية في السوق أو للبضائع اللي تتعلق في مشاريع الدولة، سواء إن كانت القطاع النفطي أو قطاع الكهرباء أو قطاع الأشغال العامة، فأكثر المواد تأتي عن طريق الموانئ. اليوم واردات دولة الكويت تدخل عن طريق 3 منافذ، سواء عن طريق البحر من خلال الموانئ أو عن طريق الجو من خلال المطار أو عن طريق الحدود البحرية. فتشكل الواردات إلى دولة الكويت من خلال الموانئ لا يقل عن 80% من إجمالي الواردات اللي تدخل البلد. نعم. يعني دكتورة نورة، إذا بنتكلم عن الموانئ من الناحية الهندسية، إذا تحبين يعني أن نكمل نقطة أبو عبدالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أني مستشار هندسي في مؤسسة الموانئ، راح أتكلم عن المشاريع اللي إحنا أساساً بعضها ابتدينا فيها أو اللي راح نبتدي فيها. بداية راح أتكلم عن ميناء نقول شويخ،
وشنو المشاريع اللي هي في اللي احنا بدينا فيها. ميناء شويخ طبعا في يتكون من عده مشاريع. المشروع الاول راح يكون اعاده اللي هو اعاده انشاء بعض الارصفه اللي موجوده. عندي انشاء محطه حاويات جديده بتكون مداره شبه آلي او آلي، ممكن حتى آلي. عندي مناطق تخزينيه فيها هم راح انشئها، وعندي تعميق الممر المائي على اساس نقدر نستقبل اعداد سفن زياده. هذا بالنسبه حق ميناء شويخ طبعا. اي نعم. طب نتكلم عن الموانئ ولا الموانئ بشكل عام؟ عن بقيه الموانئ بعدين راح اكيد راح نشوف بتفاصيل. بالنسبه حق ميناء شعيبه في هناك مشروع توسعه لميناء شعيبه، راح نزيد عدد الارصفه بما ان الميناء الوحيد اللي يستقبل الصلبوخ، والدوله فيها مشاريع كثيره، فراح يكون توسعه بالنسبه للميناء، وايضا اقامه ميناء بري يسهل حركه استلام وتسليم البضائع، تخفيف الحركة المرورية هناك. نعم. بالنسبة لميناء الدوحة راح يكون عندنا إعادة تأهيل الأرصفة، وهذا مشروع اوريدي احنا بدينا فيه بالمرحلة الأولى انتهينا منه، والحين بلشين في المرحلة الثانية. وعندي المباني هناك اللي هي في الخدمات المساندة راح نعيد إنشائها. كابتن طارق، يعني لا يمكن الحديث عن موانئ بحرية دون ذكر الكابتن البحري، فإذا نبي نتحدث عن طبيعة عملك أساسا يعني بالبداية. أول شيء بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم ألف عافية على استقبالنا وشرح عمل الموانئ الكويتية. يعني إحنا العمليات البحرية عملنا إدخال وخروج السفن إن كان صغيرة أو كبيرة، طبعا عن طريق البايلوت أو المرشد البحري. فطبعا احنا عندنا المركب لا يا اول شيء اذا يا المركب هي من اليابان او امريكا او اوروبا او دبي او موانئ الخليجيه، اي يعطي معلومات حق البرج التاور، والتاور يشوف اذا في مكان للدخول او في مكان، اذا في مكان يبلغنا، نحط الموعد حقه ونطلع المرشد. طبعا انت بالبدايه لازم الناس تعرف طبيعه عمل المرشد البحري. في ناس وايدين مو فاهمين طبيعه عمل المرشد البحري، يعني مفتكرين المرشد البحري مثل مرشد سياحي او مرشد المطار اللي يأشر على اذا ما هي طبيعه يعني المرشد البحري. المرشد البحري هو الكابتن، هو اللي يصعد فوق الباخره ويحل مكان الكابتن او يشتغل مع الكابتن. يعني ليش يعني انا لإدخالها اذكر في الميناء، ها لادخال الباخره لإدخال في الميناء، لادخال الباخره داخل الميناء. نعم. يعني اذكر والله ذكره بالخير الشيخ علي السالم يوم كان مديرنا قبل 18 سنه او 17 سنه قال كلمه جمله، يقول يعني المركب اللي من اليابان واللي من امريكا ما يقدر يدخله بس النص مايل هذا، قلنا له لا ما يدخل. وصعد ويانا وشاف الشغل قال صح ما يقدر. ليش؟ لان الباخره ما تدش لحالها. تكلم على المرشد البحري اذا صعد الباخره فوق يصعد وسلم على الكابتن، الحين الكابتن ما يدري شنو طبيعه العمل الداخلي ولا طول الرصيف. نعم. زين دخل المركب، زين المركب لا دش داخل، منو اللي ساعده؟ في قاطرات، في تكات، واحد قدام الفورورد والافت ورا، المرشد عنده جهاز، المرشد يعطي اوامر للكابتن ويعطي اوامر للقاطرات. نعم. ويعطي اوامر للسرعه، يعني يكون بفتره نص ساعه او ساعه باله مشغول. يعني انا اذكر حتى اول ما جانا جزاه الله خير الشيخ يوسف عبد الله قال انا سمعت على المرشد خلني اشوف انا، صعد وشاف قال لا شغلكم صعب. يعني اكيد يعني احنا نقدر اكيد كل الجهود يعني جهودكم في الميناء. وننتقل حق الشيخ يوسف، يعني احنا يعني عرفنا عن
الموانئ الكويتية بشكل عام، لكن أكيد أن في خطة مستقبلية لتطوير هذه الموانئ لتواكب يعني رؤية كويت 2035. فإذا تكلمنا عن شنو هي الخطة المستقبلية حق الموانئ؟ طبعا بالبداية ميناء شويخ أنشئ سنة 1955، اليوم عمر الميناء 62 سنة، وأنشئ ميناء شعيبة في السبعينات عمره يفوق الأربعين سنة. وهذين الميناءين الرئيسيين التجاريين لدولة الكويت، فواجب اليوم بسبب زيادة التعداد السكاني وزيادة المشاريع، وإحنا دولة موردة للبضائع، فواجب علينا أن إحنا نطور موانئنا لاستيعاب البضائع المتزايدة سنة عن سنة. وبناء عليها حطينا خطة واعدة لتطوير الموانئ، وأمانة إحنا نحظى أن إحنا نعيش هذه اللحظة، لأن من سبقنا بدون أي فاكس أو تليفون أو تيليكس أو بالخمسينات بنوا موانئ الكويت، فاليوم إحنا سرعة الاتصال موجودة وبكل سهولة أن إحنا نتعرف على أفضل الشركات العالمية الهندسية في تصميم الموانئ العالمية، وبالأخص علشان تتنافس في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التصميم الهندسي للموانئ، ومن ثم الشركات العالمية الإنشائية المتخصصة في بناء الموانئ. فبناء على هذا الشيء حطينا هذه الخطة تشمل تطوير الموانئ وتوسعتها، تشمل مدن لوجستية، تشمل ميناء بري راح يكون تقريبا الأكبر من الأكبر بالمنطقة، وكل هذه الموانئ راح تكون مربوطة بنظام آلي يسمى بمنظومة الموانئ الذكية، لتخدم كل أسرة الميناء. أسرة الميناء ما تشمل فقط مؤسسة الموانئ بروحها، تشمل وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، الجهات اللي تعمل مع الجمارك لإفراج البضائع مثل البلدية، التجارة، البيئة وغيرها من الجهات اللي هي متخصصة في إعطاء الموافقات بدخول هذه البضائع إلى دولة الكويت، كون أنهم الجهات المتخصصة في هذه البضائع. فأسرة الموانئ واجب عليها أن تكون بمنظومة متكاملة، وهذه المنظومة تسمى بالبورت كوميونيتي سيستم، بورتل لمعرفة وتتبع البضاعة والحاوية إن كانت حاوية أو بضائع عامة. فالخطة ليس فقط خطة إنشائية، هي خطة إنشائية، خطة رقمية تشمل الربط الذكي اللي أنا تكلمت عنه، وتشمل تدريب الكوادر الوطنية على هذه المشاريع، سواء إن كانت في مراحلها الإنشائية أو في مراحلها التشغيلية، وتدريب هذه الكوادر الوطنية أن يكون جاهزين متى ما تخلص الموانئ الحديثة بمعداتها الحديثة أن يدخلون بالفور ويشغلونها بأسرع وقت ممكن. نعم شيخ يوسف، احنا نتكلم أكثر عن التفاصيل اللي ذكرتها لكن بعد الفاصل. فاصل ونعاود حديثنا حول الموانئ الكويتية. بأعيننا نرى المستقبل، وبأيدينا نرسم خطوات التنمية. كوادر كويتية وننجز الكثير. إنجازات برنامج كل إنجاز نفخر به لرفعة دولة الكويت. عودة لاستكمال حديثنا حول الموانئ الكويتية. وشيخ يوسف، حضرتك ذكرت قبل الفاصل أن هناك مدن لوجستية، يعني ما المقصود بهذا المصطلح؟ طبعا امتداد الموانئ واجب أن يكون هنالك مدن لوجستية، وهذه من ضمن خطة التنمية. بالنسبة حق المدن اللوجستية، هي تخدم
البضائع الواردة إلى البلد طبعا. بالإضافة إلى ذلك بناء على رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الكويت تكون مركز مالي وتجاري، فهذه المدن راح تستقطب كبرى الشركات العالمية أن تبني مراكز لوجستية لها تخدم دولة الكويت وتخدم المنطقة. طبعا احنا دولة صغيرة محاطة في ثلاث دول كبيرة، وممكن هذه الشركات العالمية تستعمل المدن اللوجستية اللي احنا ان شاء الله راح ننشئها ان تكون نقطة انطلاقة بتوزيع بضائعها الى هذه الدول. دكتورة نورة، يعني اذا نبي نتكلم عن هذه المدن اللوجستية، يعني هل يعني هي مناطق تخزينية؟ هي طبعا المسمى القديم لها هي مناطق تخزينية، ولكن المسمى الحديث هي لوجيستيك اريا او المدن اللوجستية، بحيث تخدم اصحاب السلع والبضائع. راح تكون فيها هنا تضم طبعا امثله متعدده مثل المستودعات، انشطه، ممكن تكون طبعا معارض، ونهدف منها رفع كفاءة اللي هو كفاءة الخدمات اللوجستية، ونطمح ان نكون ننافس الدول اللي متقدمة واللي موانئها تعتبر متقدمة. طبعا بالنسبة حق المدن اللوجستية، احنا اليوم نتكلم بخدمة التجارة الكويتية. اليوم التاجر مكتبه في مدينة الكويت مثلا، عنده معرض في تكلم شويخ، وعنده مخزن في صبحان. هدف المدينة اللوجستية جمع الثلاث أنشطة في مكان واحد، إنه يكون مكتب التاجر ومخزنه ومعرضه في نفس المكان. وهذه من الأشياء الأساسية اللي تدعم وتنشط التجارة في دولة الكويت. يعني اليوم مؤسسة الموانئ تدار على أسس تجارية، نعم، ولكن لها صدى إضافي لتنشيط التجارة المحلية وتدعيم التجارة الدولية باستقطاب الشركات الكبرى طبعا، علشان الكويت تكون جاذبة لهم بتوفير هذه المناطق اللي تخدم سواء الشركات العالمية، التجارة المحلية، والوكلاء المحليين للشركات العالمية أيضا. نعم، يعني كابتن طارق، طبعا في نقطة يعني على الموضوع نفسه، طبعا هي تكون سهولة نقل البضائع للتاجر ومن التاجر إلى المستهلك فالسرعة. نعم. أنا كنت أبي أسألك إن يعني هذه التوسعات اللي مؤسسة الموانئ بصددها، هل تحتاج إلى مرشدين بحريين أيضا يكونون موجودين في هذه التوسعات؟ نعم، بس قبل لا أتكلم على المرشدين البحريين، يعني أتكلم على توسيع ميناء شعيبة. يعني أنا حي الشيخ يوسف عبد الله إن يعني سمع لنا وشاف الشغل، لأن المراكب الحين تقريبا بالزياد يعني أحجامها يعني قامت تزيد أحجامها بدال لا تصير قبل يعني تين 150 متر 160 الحين قامت تين 270 300 متر. يعني تخيلي أنتي ملعب كرة القدم طوله 90 100 110 الباخرة أطول لنا مرتين ونص. فالمكان صغير وضيق. نعم. يعني والتوسعة هذه حق استيعاب المراكب هذه واستيعاب يعني نتكلم على البضاعة نفسها تقريبا. يعني أكيد هذه البواخر الضخمة أكيد يعني هم يعني الكميات اللي راح تكون فيها يعني البضاعة أيضا أكيد راح تكون يعني أكثر. إذا بتكلم بالطن تقريبا يعني المركب 160 أو 200 متر يجيب 30,000 طن أو 40,000 طن، بس الحين المراكب اللي حاصة قامت تجيب 70,000 طن و 80,000 طن، حتى الحاويات. نعم. الحاويات بدل ما تجيب 3,000 حاوية أو 4,000 حاوية أو 5,000 نخليها تجيب 8,000 10,000 حاوية. نعم. فضروري ضروري التوسعة هذه. نعم. يعني الحمد لله انا حي الشيخ يوسف انه سمع وشاف، صح، نعم، وشاف اعداد المراكب وشاف الحجم اللي من قبل وشاف الحين حجمهم. طبعا اختي ايد واحده ما تصفق،
يعني لما أحظيت بثقة سيدي حضرة صاحب السمو أني أكون مدير عام مؤسسة الموانئ تقريبا قبل سنتين، بالبداية اضطريت أني أنا أجيب لي فريق أحلام من مختلف التخصصات. لقيت عندي من النواحي البحرية أوريدي فريق أحلام موجود من الإخوان اللي عندهم تخصصات بحرية وتخصصات لوجستية بمستوى الكابتن طارق المهيني. صفق يعني لما أحظيت بثقة سيدي حضرة صاحب السمو أني أكون مدير عام مؤسسة الموانئ تقريبا قبل سنتين، بالبداية اضطريت أني أنا أجيب لي فريق أحلام من مختلف التخصصات. لقيت عندي من النواحي البحرية أوريدي فريق أحلام موجود من الإخوان اللي عندهم تخصصات بحرية وتخصصات لوجستية بمستوى الكابتن طارق المهيني. وبنفس الوقت اضطريت أني أنا أجيب كادر هندسي قوي ويحظى بشهادات تقديرية مثل أخت نورة المشعان. أنا أمانة سمعت وقريت في الجريدة أن الأخت نورة المشعان تخرجت من جامعة جونز هوبكنز، حصلت على شهادة الدكتوراه في المارين انجينيرينج، فقلت ضروري وعندنا خطة تنمية أن نجيب بنت من بنات الكويت تعمل معنا في مؤسسة الموانئ، نستعيرها من جامعة الكويت وتعمل معنا في خطة التنمية اللي احنا اليوم نحظى فيها. يعني المشاريع اللي احنا اليوم راح نسويها هذه راح تخدم الكويت للستين أو خمسين سنة القادمة. فاليوم احنا نتكلم على الحركة الملاحية في العالم. الحركة الملاحية مو احنا اللي نتحكم فيها، الحركة الملاحية تتحكم فيها أصحاب شركات السفن العملاقة التجارية اللي تنقل البضائع من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة. ففي السابق كانت السفن يسمونها الباناماكس، اللي هي السفن القادرة بدخول قناة البنما. اليوم يعني هي المعيار لحجم السفن، المعيار لحجم السفن الستاندرد المسمى العالمي. الحين السفن صار حجمها البوست باناماكس، هي السفن الأكبر اللي ما تدخل قناة البنما. فاليوم احنا اليوم في مؤسسة الموانئ واجب علينا عملية التوسعة. ليش؟ لأن احنا فقط سفن الباناماكس اللي تدخل. يعني مثالا على ذلك بمختلف أنواع السفن نتكلم على سفن الحاويات. اليوم سفن الحاويات اللي تدخل موانئنا حجم الحاويات اللي على ظهرها من 2000 إلى 3000 بالكثير. البوست باناماكس تحتاج إلى عدة أمور. أولا تحتاج إلى رصيف أكبر وما عندنا أحجام الرصيف في الوقت الحالي. تحتاج إلى عمق بحري أكثر أو بما يسمى بالقاطس البحري، فواجب علينا أن نعمل ممر مائي أو قناة تسمح لهذه السفن الكبيرة أن تدخل. في رافعات جسرية أيضا البوست باناماكس كرينز واجب علينا أن أيضا إحنا نتعاقد مع كبرى الشركات العالمية بتوريد هذه السفن. شو اللي توفر علينا؟ بدال لا تي خمس ست سفن على 2000 و3000 حاوية، تي سفينة واحدة بس فيها 12000 حاوية. يسمونها المذرشيب إلى دولة الكويت، بدال لا أن المذرشيب توصل إلى بعض الموانئ اللي في منطقة الخليج ومن ثم تتفرق إلى 4-5 سفن وتي الكويت. لا، تي الكويت مباشرة من مثلا الهند أو من الصين أو من اليابان مباشرة إلى الكويت. فهذه تسرع العملية الملاحية، فبدال لا توصل البضاعة مثلا 45 يوم توصل البضاعة مباشرة من بلد المنشأ خلال 30 يوم. فهذه أيضا تعطي يعني أدفانتج للتاجر وأدفانتج للشركات العالمية. بعد يعني هذا هم يدفع للسؤال، إن حضرتك ذكرت إن عمر ميناء شويخ تقريبا وصل 62 سنة. نعم. يعني شنو الخطة؟ يعني هل هو قابل للتطوير ليواكب هذه الأحداث؟ وهل هناك خطة من أجله خصيصة، خصوصا إنه هو الأقدم؟ يعني نعم، في خطة توسيعة هذا الميناء ولاستيعاب السفن اللي أنا تكلمت عنها، ووضع رافعات جسرية ومعدات تستوعب البضائع المتزايدة. ومثل ما أنت عارفة، غير أن إحنا مو بس قابلين، عايشين خطة التنمية في الوقت الحالي، فواجب علينا أن إحنا نتوسع.
ويعني التعداد السكاني اللي قاعد يتزايد سواء من المواطنين أو من الأجانب اللي قاعدين يجون ضيوف عندنا في دولة الكويت. السلع أيضا الاستهلاكية خلينا نقول سنة 90-91 كانت دولة الكويت 1,000,000 وشوي، فكانت الموانئ بكل سهولة تستوعب البضائع. اليوم وصلنا إلى أكثر من 4,000,000-4,500,000. صحيح. فالموانئ يعني يعني قاعدة تستوعب، وفي خلينا نقول فترات انتظار وإن كانت قليلة، ولكن من الحين لبعد 5 سنين الفوركاست إنه واجب علينا عملية التوسعة. نعم. أي نعم. نعم. دكتورة نورة، من الناحية الهندسية يعني هل ميناء الشويخ، وإحنا حالياً في 3 موانئ وذكرنا إنه في أيضاً موانئ جديدة راح تطرح، يعني من الناحية الهندسية هل هذه الموانئ اللي راح تتطور والموانئ الجديدة اللي راح تنشأ راح تكون يعني تلبي احتياجات الكويت إلى السنوات المقبلة، أم أن في الحسبان أن أيضا لابد أن تكون في موانئ أيضا جديدة تطرح؟ لا، أنا بوجهة رأيي أنها كافية، لأن الشغل اللي بنسويه الحين كبير، مشاريعنا وايد كبيرة، وحاطين بعين الاعتبار يعني مو بس الأعداد اللي تذكروا يعني يذكروها زملائي، لا احنا حاطين بعد أعداد اللي ممكن بعد يمكن 10 سنين أو 20 سنة قدام عاملين حساب هالأعداد هذه. في طبعا مشاريع بعد ثانية غير الموانئ نفسها مثل النقع البحرية، إذا تبي نتكلم عنها الحين أو احنا راح نتكلم عن النقع البحرية، ولكن بعد الفاصل. خلاص إن شاء الله فاصل ونواصل حديثنا حول الموانئ الكويتية. عودة من جديد للحديث حول الموانئ الكويتية، ودكتورة نورة يعني كنا بنتكلم عن النقع البحرية. طبعا في مشروع تطوير النقع البحرية راح نعيد تأهيلها طبعا، وراح تكون نحط فيها مراسيل السفن، راح تحتوي على مراسيل السفن، راح نحط فيها خدمات طبعا هم تكون للنزهة والترفيه، راح تخدم مو بس طبعا الرواد، راح تكون كسياحه ووجهه، راح يحسن مظهرها عن الوضع الحالي الحين. يعني اذا احنا بنتكلم عن النقع البحريه انتم تقصدون هي بس جانب ترفيهي او سياحي؟ شلون يعني؟ هل في مثلا في خطه مستقبليه لاماكن معينه انتم رازدينها بتحطون فيها هذه النقع البحريه؟ اي طبعا، مثل نقعة الفنطاس راح نغيرها، راح نحط فيها مراسي لليخوت. نعم. اساس المواطنين يحطوا ممكن يأجرون هناك اليخوت مالتهم، وراح نبني مثل نكون مول صغير نقول، في مطاعم، في محلات كذي صغيرة تكون سياحة والترفيه. طبعا علشان ان احنا نبين للاخوان المشاهدين شنو هي النقعة. النقعة هي كلمة قديمة كويتية تعني الغاطس العميق اللي يسمح للسفن ان تي على اليال، او يقولون تبندر على اليال عشان تنزل بضائعها من خلال الابوام على بالزمن القديم. استمرت هذه الكلمه، واليوم بما ان من ضمن لائحه المؤسسه ان مؤسسه الموانئ يعني مسؤوله عن السفن التجاريه وسفن الصيد والسفن الصغيره، فتعتبر النقعة من ضمن اختصاص مؤسسة الموانئ البحرية. ومؤخرا أخذنا قرار من مجلس الوزراء الموقر بتطوير نقعة الفنطاس مثل ما تفضلت الدكتورة نورة، لاحتواء سفن الصيد والسفن الصغيرة مثل سفن النزهة أو اليخوت أو كذا لخدمة المواطنين. طبعا في السابق النقعة فقط نقعة وتنزل السمك أو البضاعة أو لا، اليوم راح تكون مراسي متكاملة فيها كافة الخدمات، فيها كافة المرافق، بحيث أن هي تخدم المواطن وتكون وجهة حضارية حق دولة الكويت. وفي خطة لمثلا أعداد معينة وتوزيعتها في المناطق، ولا أن مثلا تكون النقعة موجودة وأنتم تطورونها؟ هي حاليا في نقعة واحدة اللي هي نقعة الفنطاس في قرار مجلس الوزراء، وأن تكون هنالك نقعة في جنوب البلاد ونقعة في شمال البلاد، وإحنا اليوم قاعد نتباحث مع الإخوان في وزارة البلدية
أو بلدية الكويت لإيجاد نقعة أيضا في الشمال لخدمة طبعا رواد الصيد ومحبي طبعا مهنتنا الأساسية قبل النفط، سواء صيد الأسماك في يعني شمال وجنوب البلاد. نعم كابتن طارق، يعني قبل شوي الشيخ يوسف قال لنا أنه هو لما حضر إلى مؤسسة الموانئ كان عنده فريق أحلام يعني في باله، وشاف أن في فريق أحلام في البحر الكبات الموجودين، لكن أيضا احنا نلاحظ أن في بعض الشباب ممكن يعني يتخوف من هذه المهنة، يعني هل هناك عزوف من الشباب الكويتي في الإقبال على مهنة مثلا مرشد بحري؟ لا، وهو المشكلة أن الشباب الكويتي ما يعرف شنو شغلة المرشد البحري مثل ما قلت لك أنا أول شيء، وهو ما يعرف، بالعكس المهنة هذه حلوة يعني تحسين سويتي شيء حق البلد، يعني خاصة الحين إذا صعدتي المركب واشتغلتي وتحت أمرك الكابتن بكبرة تحت أمرك والباخرة كلها واللي تحت واشتغلت وسويت وجبت المركب اللي قيمته 50 مليون أو 70 مليون جبته بسلام عند رصيد، تحس إنك سويت شيء. بس لازم الشباب الكويتي يفهم شنو المرشد البحري. نعم. يعني المرشد البحري بعد الثانوية فيها دراسة. دراسة إن كان دبلوم أو بكالوريوس بحري أو ضابط ثاني. نعم. وأنا أتمنى إن الشباب الكويتي أي حق البحر. الشغلة حلوة. يحس إنه سوى شيء. شيخ يوسف، هذا يدخل في ضمن خطة المؤسسة في تأهيل الكوادر يعني. نعم. إنه إذا بنتكلم عن هذه النقطة أكثر تذكرتها في بداية الحديث. أنا طبعًا قبل لا نتكلم في هذه النقطة بالذات صعدت على ظهر إحدى السفن العملاقة وكانت بضاعتها حاويات. طبعًا المرشد البحري يتحكم في 3 أمور. يتحكم في الكابتن ويرشده على سرعة وتوجه السفينة. يرشد التق الأمامي أو القاطرة الأمامية اللي هي السفينة اللي تز السفينة التجارية الكبيرة، وأيضا السفينة الخلفية التق الخلفي. فعملية مشتركة ومتبادلة ودائرة بتعليمات يعني وباللغة الإنجليزية، لأن ممكن الكابتن هذا يوم من الأيام ممكن يكون صيني، ممكن يكون ياباني، ممكن يكون ماليزي، ففي ستاندرد لانجويج بحري بينهم، مفهوم عالمي، في احترام متبادل بدخول المرشد البحري واستلامه هذه السفينة اللي هي مملوكة لإحدى شركات الملاحية العالمية. في ثقة بالمرشد البحري الكويتي؟ نعم، من قبل هذه الشركات العالمية. نعم، المرشد احنا في دولة الكويت الكباتن البحريين او المرشدين كويتيين 100%. نعم. ما عندنا اي اجانب، وهذه راح نستمر عليها. احنا نشكر الادارات السابقة اللي بنت العنصر الكويتي ودربته الى هذا المستوى. نعم. واحنا ان شاء الله راح نستمر على هذا المنهج، وبالعكس اي خطة تنمية تبدا في العنصر البشري وليس في المباني أو الإنشاءات. فقبل لا أن إحنا نبدي في خطة التنمية مالتنا الإنشائية، بدأنا في خطة تنميتنا التدريبية. وبالفعل بعثنا حديثي تخرج معينين جدد إلى ميناء أنتورب في بلجيكا، إلى غلاسكو في اسكتلندا مثل ما تفضلت الدكتورة، إلى الإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللي هي مملوكة لجامعة الدول العربية. وهذا جزء اللي راح ندزه، راح أيضا نبتعث إلى موانئ سنغافورة، راح نبتعث إلى كبرى الموانئ العالمية في تخصصات مختلفة مثل بورت مانجمنت، قوانين الموانئ، إدارة الموانئ وغيرها من التخصصات البحرية. فتحنا اليوم باب التوظيف في مؤسسة الموانئ خلال السنتين اللي فاتوا 3 مرات،
واستقطبنا كوادر مختلفة بلا يقل عن 20 تخصص، إن كانت تخصصات إدارية أو هندسية أو بحرية. البحرية تشمل طبعا دبلوم بحري وبكالوريوس بحري أيضا، وتشمل الغواصين لأن احنا محتاجين فريق قوس يكون موجود في مؤسسة الموانئ ليكون باك اب حق العمليات البحرية في أي طارئ أو حادث لا سمح الله بحري، وبالإضافة إلى دبلوم اتصالات لأن يكونون في برج المراقبة. فطبعا هذيل الكوادر راح ندربهم في إن شاء الله أفضل معاهد البحرية في العالم إن شاء الله. كابتن طارق كان عنده تعليق، لكن نسمع تعليقك بعد الفاصل. فاصل ونواصل حديثنا حول الموانئ الكويتية. نواكب الصحافة المحلية ونتجول في فضاء العربية والعالمية، نقرأ بعين محترفة ونطلعكم على أبرز العناوين، نرصد الملفات الساخنة نحللها ونناقش أبعادها، تابعونا في برنامج منشأة الصحافة يأتيكم على الأولى في الأوقات التالية. من جديد لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا، وكابتن طارق كان عندك تعليق يعني بس احنا قاطعناك في الفاصل. التعليق بسيط، يعني احنا نتكلم على المرشد الكويتي. المرشد الكويتي يقدر يشتغل باي مكان بالعالم. ليش؟ لان احنا وطبيعه عملنا احواض، يعني الحوض تقريبا عرضه 90 متر والباخره تقريبا نقول 32 متر، يعني في باخرتين بحوض صغير. بس بنفس الوقت ما يعني دائما نتكلم على المرشد البحري وننسى التكس. التكس هم كويتي ترى، اللي يشتغل فيه كويتي، والزورق اللي يودي المرشد هم كويتي، والبحار هم كويتي ترى. يعني والمهم بالموضوع كله برج المراقبة. احنا ما نشتغل هذه الا برج المراقبة، يعني بالمعنى المختصر ان احنا الموانئ الكويتية مثل العائلة. يعني ما عندنا رئيس ومرؤوس، لا. بس هذا بي حلو. لا احنا عنصر الكويتي نثق فيه اكيد يعني. ومؤسسة الموانئ يمكن خير مثال، انه خصوصا في ظل التكويت يعني والعناصر اللي فعلا يعني نفتخر فيها. دكتورة نورة، يمكن هم هذا سؤال بعد احنا نحب نطرحه، العنصر النسائي في مؤسسة الموانئ. يعني عادة لما نذكر مؤسسة الموانئ يمكن نستغرب وجود يعني النساء فيه، لكن طبعا الشيخ يوسف يبدو أنه يشجع وجود العنصر النسائي أيضا في مؤسسة الموانئ. تتحدثين عن شلون أنت قدرتي يعني مجال عملك في هذه المؤسسة، وشنو المهام اللي كمستشار هندسي تقومين فيها؟ طبعا هي وظيفة حلوة، ومثل ما قلت يمكن العنصر النسائي شوية فيها قليل، لكن الحمد لله عندنا عدة أمور احنا نقدر نساهم فيها. طبعا أول اللي هو الجانب الاستشارات الهندسية من ناحية المشاريع. لما تجيني مثلا العروض، من احنا طبعا نحط الشروط المرجعية لأي مشروع، ونعطيها البيوت الاستشارية تعرضها، ويون الشركات تقدم عندنا. طبعا أنا أول شيء عضو في اللجنة الفنية الهندسية في المؤسسة، ومعاي كذا مهندس، تينا العروض ندرسها ومن الناحية الفنية، ونشوف إذا هي مطابقة للشروط أو لا، نقيمها. وبعدها طبعا هاي يكون التقييم الفني اللي ثنتين يرسي عليهم أعلى اثنين أو ثلاثة، نشوف العرض المالي لها. هذا من ناحية المشاريع أو دراسة العقود في اللجنة الفنية. أيضا كنت شاركت في التوظيف، مثل ما قال المدير العام فتح لي يمكن الباب ثلاث مرات. كنت عضو في لجنة التوظيف في اللجنة الهندسية. طبعا كنا نبي مهندسين ميكانيك، نبي سيفل، فكنا نسوي المقابلات، نقيم طبعا الشهادات، نشوف إذا مطابقة للشروط أو لا، زائد نسوي المقابلة بعد ما يجتازوا الامتحان اللغة الإنجليزية والتخصص، نقابلهم ونقيمهم طبعا. والحمد لله توفقنا
الفترة اللي فاتت، والحين احنا مقبلين يمكن بعد اسبوعين على التوظيف بعد الجديد. وبس هذا شغلي معهم. شيخ يوسف، حضرتك قلت ان عندكم يمكن نسبة تكويت عالية في مؤسسة الموانئ الكويتية، يعني اذا نبي نتكلم عن استقطاب او الاستثمار في العنصر البشري يعني، وخصوصا في مؤسسة الموانئ يعني لها تجربة يعني مميزة في هذا الجانب. طبعا يعني لان احنا ندير تقريبا مينائين رئيسيين وميناء صغير اللي هو ميناء الدوحة، فاجمالي عدد الموظفين في مؤسسة الموانئ تقريبا 700 موظف، 93% منهم كويتيين. بالنسبة حق العنصر النسائي، احنا في كافة اعلاناتنا اللي تنزل في الجرائد اليومية بطلب سواء حديثي التخرج او حتى من ذوي الخبرة، ما نفرق ما بين العنصر الذكري او الانثوي، دائما ناخذ الافضل اكاديميا. ويعدي يعني معيار الكفاءه، هي الاساس. اليوم احنا مقبلين على موانئ حديثه وموانئ تدار عاليا وموانئ تحتاج يعني مهارات مختلفه، فحطينا معدل عالي اللي هو جيد جدا واعلى، اختبارات سواء انجليزي او اختبارات تخصص، مقابله شخصيه، والمعدل هذه عناصر أساسية في اختيار الكويتيين. وبالفعل تقدم لنا عدد كبير لمقاعد قليلة، وراح نختار الأكفأ إن كانوا ذكور أو إناث، ما نفرق نهائيا. وبالعكس الإناث هم المتفوقين، ودائما في لائحة الشرف، ويمكن الدكتورة هي بجامعة الكويت لائحة شرف، وهم أكثرهم البنات يعني. بالعكس احنا ما نفرق، وإن كانت تخصصات فنية أو تخصصات إدارية، احنا نشجع العنصر الوطني بالكفاءة إن كان ذكر أو أنثى، ما نفرق في هذا الجانب. يعني لا نزال احنا في الحديث عن الشباب. كان دكتورة نورة إذا تقولي لنا يعني في ذكرتوا أنتم راح تسوون مشاريع مثل تطوير النقع البحرية وغيرها، في مشاريع شبابية أعتقد أن مؤسسة الموانئ يعني شلون تقدر تساعدهم في الاستثمار في مشاريعهم؟ هل هناك مثلا صلة بين الخطة الجديدة لمؤسسة الموانئ ومشاريع الشبابية؟ اي طبعا، مؤسسه الموانئ فاتحه ابوابها للمشاريع الصغيره نقدر نقول. بس احنا انا ودي اوضح شيء، انه يعني كل مشروع يمر بثلاث مراحل. فاحنا الحين حاليا بعض المشاريع راح تكون حاليا هي في المرحله الاولى اللي هي الدراسات الاستشاريه، بعدها هي التاهيل، وبعدها طرح المناقصه. فحاليا احنا تونا في المرحله الاولى، ان شاء الله هذا الشيء راح نشوفه في المستقبل، مشاركه الشباب في مشاريعنا. وكابتن طارق، عندك تعليق بخصوص التوسيع اللي قاعدة تصير يعني، والمشاريع اللي قاعد يقدمونها أنتوا كباتن وكمثلا مرشدين بحريين، هل راح ينعكس هذا الأمر عليكم على وظيفتكم؟ لا بالعكس، يعني احنا نتمنى المشاريع هذه تمشي. وأنا أقول حق الشيخ يوسف، وينك من قبل ما جيتنا من 20 سنة؟ يعني ما شاء الله، لا صار له سنتين نشوف هي المشاريع، يعني ليه نقول له وينك؟ احنا ايد واحده ما تصفق. وجزاه الله خير الكابتن طارق، يعني ما يعني ما في شخص واحد يقدر يقوم في كل الادوار. احنا نحظى في رؤيه ساميه من سيدي حضره صاحب السمو، نحظى بتنفيذ يعني وتوجيه من سيدي سمو رئيس الوزراء، ويعني رؤية داخلية في مؤسسة الموانئ يعني مشتركة، ما في شخص واحد يؤدي كل الأدوار. وبالعكس أنا مثل ما قلت أشكل فريق الأحلام، لقيت فريق الأحلام موجود،
فما استعنت إلا بكوادر قليلة، مثال مهندسة نورة بتخصصها البحري في مجال الدكتوراه من أفضل الجامعات. وبالعكس إحنا دائما يعني نشجع كوادرنا الوطنية أن تساهم في خطة التنمية، لأن خطة التنمية القادمة إحنا ما ندري متى، يمكن بعد 30 بعد 40 سنة، فهي فرصة عمر بالنسبة لنا أن إحنا نعطي حق وطننا جزء من الشيء اللي قاعد يعطينا وطننا أمانة. يعني نسهر وما نبي إحنا نتكلم عن الساعات الطويلة اللي إحنا نعملها، بس غير الثلاثة اللي إحنا موجودين في فريق متكامل من أكبر شخص إلى أصغر شخص، جنود مجهولين يعملون ليل ونهار، ولا إحنا ما قاعد نشوف سلع في الأسواق، ما نشوف بضائع جمعيات، ما نشوف مشاريع تنموية قاعدة تنبني. ليش كل هذا قاعد يصير؟ لأن هذه السلع والبضائع قاعدة تدخل عن طريق موانئنا بكل سلاسة وانتظام. يعني أبو عبد الله، أيضا هم تساؤل ينطرح، كما ذكرت خطة التنمية، يعني الكويت دائما تحاول أنها تنوع في مصادر الدخل، أيضا مؤسسة الموانئ تحاول أنها تنوع من مصادر الدخل. نعم. فهل من رؤية في هذا الجانب؟ نعم طبعا، إحنا مثل ما تكلمنا يعني في السابق، خطتنا مشمولة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تطوير الموانئ. نعم. تطوير الموانئ هو يعتبر الدخل الأساسي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن طريق حمولات السفن. المواضيع الثانية اللي إحنا ما قاعدين ندخل منهم، اللي هو موضوع النقع البحرية اللي راح نحولها إلى مراسي حديثة، وأيضا المناطق التخزينية اللي قاعدة تؤجر في الوقت الحالي وراح نحولها إلى مدن لوجستية. ما نكون إحنا نؤجر الأرض بالمتر المربع، بل نقدم خدمة لوجستية، وهذه تزيد الإيراد بعد ما أن إحنا نستكمل الخطة بلا يقل عن 200 أو 300%. يعني لما جيت مؤسسة الموانئ كانت الأرباح 14 مليون في سنة واحدة، تمكننا أن نزيدها إلى 31. بنهاية السنة المالية هذه اللي انتهت في 31/3 طفنا 45 مليون. ولما ننفذ خطتنا التنموية بأجزائها الثلاثة، تطوير المراسي، بناء النقع البحرية وتطويرها، المدن اللوجستية، ممكن نفوق عن 150 مليون، فنكون بديل أو إيراد إضافي للدولة. نعم. بغير النفط، لأن أسعار النفط تتذبذب، مرات تزيد مرات تنقص، ولكن السلع واستيرادها، طالما أن في شعوب، طالما أن في دول، في استيراد وبالتزايد، فدائما راح تكون الموانئ هي يعني عنصر أساسي في إيرادات الدولة. واليوم دول مثل هونغ كونغ وسنغافورة انبنت من موانئها، صحيح، فيمكن الموانئ تحقق مصدر دخل إضافي رديف إلى النفط، ولكن الصدى اللي تخلقه الميناء في الفرص التجارية هي أكثر، وتم استدعائنا أمانة بالنسبة حق الفرص التجارية. احنا تكلمنا سواء للتجار أو الشركات العالمية، ولكن نقطة جدا مهمة حضرتك ذكرتيها اللي هي مشاريع الشبابية، وتم استدعائنا ودعوتنا من قبل الإخوان في الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكلمنا عن ما هي المشاريع اللي ممكن إنه يدخل فيها التاجر الصغير اللي عنده مشروع صغير. وبالعكس إحنا طرحنا كافة مشاريعنا في الجرائد، وحثينا أصحاب المشروعات الصغيرة بالمشاركة.
عندنا مشاريع خاصة في الديكور، عندنا مشاريع خاصة في الصيانة، عندنا مشاريع خاصة في إصلاح القوارب. يعني هذه المشاريع أو خلينا نقول المناقصات أو الممارسات بإمكان الكادر الوطني الحرفي أنه يدخل ويشارك فيها، بالعكس إحنا نحث هذا الشيء. نعم، وصلت فكرتك شيخ يوسف، وبالفعل يعني مؤسسة الموانئ يعني جدا يعني مؤسسة نفخر فيها ككويتيين، وهي يعني إحدى العلامات البارزة في الكويت. ختاما يعني أحب أشكركم على حضوركم. نشكر الشيخ يوسف عبد الله صباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، كل الشكر لك. وأيضا نشكر الدكتورة نورة محمد المشعان مستشار الهندسي في مؤسسة الموانئ الكويتية والأستاذ بجامعة الكويت، كل الشكر لك شاركينا في الحلقة. وأيضا كل الشكر لك الكابتن البحري طارق المهيني مدير العمليات البحرية في ميناء الشعيبة، كل الشكر لك. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.